يا اخي بس انا ليه عندك سؤال؟ اتفضل. بدل ما نجتمع حضرتك والعوبه وفلان 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 نجتمع مع بعض وبعدين نعلن جدول زمني ايا كان في يناير او فبراير زي ما حضرتك اعلنت او المجموعه كلها اعلنت في فبراير، ليه حضرتك دكتور سليم العوا عمرو موسى طبعا ما علينا من تحفظات عليه يعني نروح كلنا كده عفوا في اللفظ برابطه المعلم نروح لطنطاوي والله الوضع كذا كذا ودستوريا الوضع هيبقى سليم 100% وقانونيا الوضع هيبقى 100% بحيث انه لما يرفض نبقى احنا عملنا معاه زي ما بنعمل مع اليهود بالظبط، نبقى احنا كده زنقنا في خانة الياك يا جماعه ده هو بيرفض لان في امر في نفسي يعقوب حضرتك اعلنته بشكل منفرد المجلس العسكري ممكن يقول انا ما سمعتش الكلام ده. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ منور الميدان اضاء الله وجهك بنوره يا بارك فيك الله يخلي حضرتك. دلوقتي الكلام ده حصل واحنا بعتنا لهم وسمعوا وكل ده حصل ورفضوا يا فندم نوع زياره ما رضيوش هم رفضوا. اه حضرتك ما اعلنتوش ليه الكلام ده؟ علشان يبقى هم وجها لوجه مع الشعب. لو سمحتوا هو ده الواقع. مشكله في هو ده الواقع. ما ينفعش نعلن احنا كمرشحين انتخابات رئاسه الجمهوريه ميعاد لانتخابات رئاسه الجمهوريه وننفذه ينفع؟ طب ما نعمله مش راضيين المرشحين. مش راضيين المرشحين يا فندم. هم حطوا جدول بس قلنا لهم طب لو لم يستجب لهم سكت وخلاص. انا لا املك الا نفسي واخي. ما انا جاي النهارده لقيت الحكايه ان انا وكل دول هنبقى زيك كده طلبت وقالوا لك لا فروحت. يعني كل الناس عجبهم حال البلد والوضع اللي احنا فيه ده وعايزين نستمر سنتين بالوضع اللي كان زي العشر. لا املك الا نفسي واخي لو ان لي بكم قوه زي رجع تاني حتى لا يكون مجرد ان حد بيضحك علينا بس انما طبعا اهلا بيهم يعني اذا كانوا صادقين وبيتكلموا عن قضيه الوطن وليس عن قضيه شخصيه. يعني الاتجاه بيزير ناحيه الاعتصام بس في احتمال كبير برضه ان ما يبقاش فيه عشان ما حدش بس يتصور انما دلوقتي في ناس بقول لكم كانوا 25 لا اكتر كانوا 28 الصبح 28 وفد الى 28 جهه واحنا تلقينا يعني اجابات مثلا تزيد على يعني على التلت مثلا او قرابه النص لغايه دلوقتي فانا مش هقدر اقول الا بناء على المردود اللي لما يوصل فان شاء الله ابشره وعلى اي حال عشان اطمنكم اللي هيحصل هيبقى يا اما اللي انتوا عايزينه اللي هو الاعتصام او ما هو افضل منه فاطمنوا يعني اللي افضل منه انا معقول تفتكر ان انا ساذج لدرجه ان انا اقول لكم كده.